بعدما حسم المواجهة الأولى في سوسة بفوز من علامة الجزاء، يخوض المنتخب الليبي مساء الثلاثاء في كيغالي الموقعة الحاسمة قبل التأهل إلى دور المجموعات من التصفيات المونديالية، مواجهة يدخلها رجال الإسباني خافيير كليمنتي بهدف المحافظة على أسبقية الذهاب ومواصلة حصد النتائج الإيجابية بعد كسر سوء الطلع الذي رافق الفرسان في المواجهات الأخيرة. احنا كنا محتاجين لهذا الانتصار بأي ثمن، كان لازم نكسر سوء الحظ اللي رافقنا في رحلة أكثر من 4 مباريات. الحمد لله الفريق كان في شكله العام مرضي إلى حد كبير، غيابات كانت عندنا واضحة ومؤثرة طبعا، ولكن الحمد لله عندنا بدائل دائما، حلول نحاول ان احنا نكون دائما في الموعد، وان شاء الله ربي يقدرنا ونحن ناخذ ورقة الترشح ايضا من كيغالي بإذن الله تعالى. المنتخب الليبي الذي تحول إلى العاصمة الرواندية منذ صبيحة السبت على متن طائرة خاصة مباشرة من تونس من أجل تجنيب اللاعبين إرهاق الرحلات العادية الطويلة وحفاظا على مخزونهم اللياقي الذي يعد المشكلة الأكبر بالنسبة للجهاز الفني. لا أحد بإمكانه معرفة ما سيحدث في المستقبل ومدى جاهزيتنا للمباراة، لكن الأكيد أن اللاعبين يرغبون في خوض مباراة بطولية والتأهل من الناحية البدنية. سيعمل الطاقم الطبي على إزالة الإرهاق لنكون جاهزين.